مشاهدينا، دائما ما تكون في حياة الشعوب والأمم أيام لا تنسى، حفرت معالمها بشكل لا ينساه التاريخ مهما طال الزمن أو مرت الأحداث، مثل 6 أكتوبر 1973 في ذكرى 51، ذكرى يستعيد معها المصريون مشاهد النضال ومقاومة العدو، والتي كانت بمثابة سلسلة طويلة من الحلقات بدأت بانطلاق شرارة الحرب التي رفضت خلالها مصر ودول عربية هزيمة يونيو 67، وما إن تحقق النصر بدأت حلقة أخرى من التفاوض والسلام الشاق وصولاً إلى التحكيم الدولي، إذ لم تكن حرب أكتوبر 73 فقط حرب بالعتاد العسكري، بل كانت أيضاً حرب استخدم فيها سلاح التفاوض والدبلوماسية وصولاً إلى الاسترداد الكامل للأراضي المصرية التي كانت قد احتلت وتحقيق السلام من منطلق القوة. لذا دعونا نستذكر مع حضرتكم محطات التفاوض المصري أثناء الحرب وبعدها، لنوثق معا كيف قدمت مصر في حرب أكتوبر نموذجا في الحرب والسلم، غير مفاهيم الاستراتيجية وقواعد اللعبة السياسية ككل.